النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم انخفضت درجات حرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية كنتيجة لابتعاد الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الأيام الماضية، واندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام. عملت هذه الكتلة على هذا الانخفاض على درجات الحرارة، عادت درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أيضا ارتفعت نسبة الرطوبة السطحية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتشكلت الغيوم المنخفضة في أجزاء من المملكة. صور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة في شمال ووسط وأجزاء من جنوب المملكة، هي ناتجة عن تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية ذات الخصائص الرطبة التي عملت على ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، عملت على تشكل لهذه الغيوم المنخفضة. لاحظوا في شمال غرب الأراضي السورية تنتشر كميات من الغيوم الركامية الرعدية الماطرة، هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على شمال غرب منطقة بلاد الشام، لكن تبقى المملكة بعيدة عن تأثيراتها خلال نهار اليوم. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة واعتبارا من نهار اليوم، حيث ابتعدت الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الأيام الماضية واتجهت نحو منطقة الجزيرة العربية وأيضا العراق بالتزامن مع اندفاع لهذه الكتلة الهوائية ذات درجات حرارة الأقل من المعتاد وذات الخصائص الرطبة القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط. عملت هذه الكتلة الهوائية على انخفاض على درجات الحرارة، عادت درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. أيضا انخفضت درجات الحرارة الليلية لتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة بشكل عام في المناطق الجبلية والسهلية بالتزامن مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية التي تعمل على تشكل للغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. يوم الاثنين بإذن الله ستبقى الأجواء أيضا صيفية اعتيادية حارة نسبيا في الجبال مع استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعتاد ورطبة الخصائص. كما ذكرنا درجات الحرارة ستستمر حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال نهار يوم الاثنين. أما ليلا تتحول الأجواء لتصبح لطيفة إلى معتدلة لكن رطبة مع فرصة لتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر من يومي الاثنين والثلاثاء خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من منطقة جبال الشرع. لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تعود وتندفع كتلة هوائية حارة نحو المملكة، ترتفع على إثرها درجات حرارة مجددا لتصبح الأجواء حارة نسبيا إلى حارة من جديد في عموم مناطق المملكة. درجات حرارة تصبح مجددا أيضا أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن خلال ساعات الليل تستمر الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية والسهلية لكن أقل رطوبة مما سجلناه خلال نهار اليوم وأيضا مما سنسجله خلال يوم غد. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية بشكل عام مع 22 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 22 أيضا، الرطوبة عالية حوالي 90% وهو ما سيعمل على تشكل الغيوم المنخفضة، والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين درجات حرارة حول معدلتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي حار نسبيا 31 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 22. يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بقليل، 33 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 21 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، 33 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 22 درجة مئوية. ننتقل الآن ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم الاثنين. درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي وحار نسبيا في عموم المناطق، المفرق 34 إلى 22، إربد 33 إلى 24، جرش طقس صافي 34 إلى 24، وعجلون 31 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 35 إلى 23، البلقاء 31 إلى 23، العاصمة عمان طقس صافي 31 إلى 22، ومأدبة 32 إلى 22، أما البحر الميت طقس حار 38 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 31 درجة مئوية.
نتجه الآن نحو الكرك 32 إلى 21، الطفيلة 31 إلى 21، الشوبك 29 إلى 19، معان 34 إلى 22، والعقبة أجواء شديدة الحرارة مع 43 إلى 30 درجة مئوية. ننتقل الآن شرقا نحو الأزرق، طقس صافي 38 إلى 23، الصفاوي 38 إلى 22، وأرويشة 37 إلى 24 درجة مئوية مع أجواء صافية بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.